وصلنا لمساحتنا الأخيرة من صباحنا غير، ورح نحكي فيها عن مصطلح الهدف الذكي وأهمية التخطيط بحياتنا والفرق بين كل من الرؤية والبعد والتخطيط وغيرها من الأمور. أكيد بيسعدنا أن نرحب بالأستاذة نتالي طويل، خبيرة نظم إدارة الجودة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. يمكن كل إنسان بده يحط هدف بحياته هو يعتبر إنسان ذكي، وخاصة يمكن بالظروف يلي عم نمرق فيها، لأنه ما في شيء يمكن كتير سهل أنك تحصلي عليه. اليوم الهدف الذكي، التفكير الذكي بوضع الأسس الصحيحة ببناء الشخصية، الأهداف، الإرادة، لحتى يمكن تتنظم حياتنا بشكل صحيح. خلينا هيك نتطرق بوضع الأهداف الذكية. أول شيء صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. نحن فكرة الهدف، أول شيء الهدف هو نتيجة منريد أنه نحققها ونحصل عليها. الهدف ليكون هدف ذكي، ما أجا كلمة ذكي اعتباطية، لا، هي عبارة عن هدف ذكي أنه معناه سمارت. فسمارت هي كأحرف، لازم أول شيء يكون الهدف محدد من حيث الخطوات التنفيذ تبعه. لازم يكون كمان أنه هذا الهدف قابل للقياس، ميجربل، طبعا قابل للقياس بخطواته. أنا لما بدي أحط أي هدف أطره بإطار خطة صحيحة، فبالمقابل أنا لازم أعطيه خطوات تنفيذ أقدر نسبة تحقيق وإنجاز كل خطوة من خطوات الهدف اللي حاططه. بعدين لازم يكون هذا الهدف ليكون ناجح واقعي وقابل للتحقيق، يعني أقدر حطه كمصطلح أنه حققه بالمستقبل، سواء كنت أنا كشخص حابب حط هذا الهدف أو كمنشأة، سواء كانت صناعية أو منشأة خدمية أو على صعيد فردي مثل ما تفضلتي كشخصية أنه أنا حاطة هذا الهدف لحققه بالفترة القادمة. بالإضافة حط إطار زمني، إذا ما حطيته كإطار زمني شوف أنا بكل خطوة من خطوات الهدف وين أنا صرت فيه، فما بقدر أنه أنا أقدر أقيسه بالمقابل مع الفترة الزمنية اللي هي للتحقيق. تمام. خلينا نحكي عن الأهداف. في أهداف بيقولوا قصيرة المدى، متوسطة المدى وطويلة المدى. كيف فينا نعرف يعني نحدد الهدف ونحدد المدة الزمنية المناسبة له؟ على أي أساس بيتم تحديد المعيار الزمني لكل هدف؟ تمام. هذا السؤال اللي سألتني قبل شوي، اللي هي فرق بين الهدف، البعد والرؤية اللي هو الفيجن. كل شيء هدف بعيد المدى نقدر نقول أنه هو عبارة عن فيجن، رؤية مستقبلية، وتربط دائما بالسياسة اللي نحن حاطينها، سواء للمنشأة أو سياسة مثلا نظام حاططيه بالبيت تبعك، بتحطي أنت رؤية مستقبلية بعيدة المدى. بينما الأهداف اللي هي قصيرة المدى اللي عم نحكي عنها دائما منقطرة بخطة لازم ندعمها بموارد. هالموارد لازم تكون مادية، موارد بشرية، موارد داعمة حتى نفسية، يعني أنا قدران حقق خطوات هذا الهدف ببعض الأمور، ادعمها بالموارد الخاصة فيها مثل ما قلت لك، الموارد البشرية المادية لأقدر أنا حققه. وهذا الفرق بين البعد والرؤية والهدف. الهدف إجمالا بتكون قصيرة المدى، ما فترة طويلة من حتى ممكن 6 شهور، ممكن سنة، ومن السماء لخطوات تنفيذ هذا الهدف. تمام. نحن عنا عملية التخطيط بالبداية مثل ما ذكرنا من شوي لوضع الأهداف وليش بدنا نوضع الأهداف وما هي الأبعاد، ولكن يعني هلأ عم نمرق بظروف مو بإيدنا، عم يصير ثغرات عم تحبط هي يعني عم تحبط بالبداية النفسية، الإرادة، التخطيط عم يتضعضع لأنه ما عاد فينا نوصل للهدف اللي حاطين له، إن كنا شركة وإن كنا أهداف. كيف فينا نتأقلم مع شوي نتأقلم، خلينا نحكي، مع الظروف المحيطة فينا، مع العقوبات المفروضة إن كان بسيستمات عالمية نحن ما كتير منفتحين أو ما في شيء بإيدنا هيك على بارد المستريح، كل شيء فيه له عناء وصعوبات. تمام. أي خطة لنقدر نحطها بشكل صحيح لازم يكون في لها شروط. الشروط الأساسية هي المرونة اللي عم تحكي عنها تفضلتي. إذا ما كان عندي مرونة أقدر أنا أغير بمواردي
المادية أو البشرية أو حتى النفسية، فهالخطة ما بتعطيني التوازن المناسب. عندك الخطة اللي تكون قدران أنها تكون واقعية لازم تكون فيها مرونة معينة، يعني بالنهاية إذا أنا ما قدرت أمن الموارد المادية، خطوة من خطوات تحقيق هالهدف بقدر أنا أعمل changing لها، أقدر غيرها بدلها بخطوة مناسبة بتناسب وضعي كموارد، هي واحد، وبتناسب الوضع اللي لنا الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها. هي من ناحية لازم يكون فيها الخطة لما وضعها يكون فيها شمولية، يعني لما بيحط، وهي طبعا بيكون خبير تخطيط، لما بيكون شخص على الخبرة بيصير بيقدر يحط الهدف عنده، بينظر لشمولية وضع هذا الهدف بكل خطوات تنفيذه. يعني أنا لما بدي حط، لنفرض نحن هلأ بالشهادات فصل ثاني كنا عم نحكي عنه، عندي شهادة بروفي مثلا تاسع أو عندي البكالوريا، لما بدي حط أنا الهدف لتحقيقها بهالفترة، لاحظتي فترة الانقطاع اللي صارت عنا، يمكن تطول ما تطول، ممكن نحن نداوم، ما بنعرف شو الظروف. هون بيصير عنا خبرة أنه أنا بدل هذا الموضوع، خطوة التنفيذ تبعي غيرها بما يتناسب مع الظروف اللي هي صعبة اللي عم نمرق فيها، فهذا كتير مهم. مما يحقق التوازن، إذا أنا حققت التوازن اللي هي عبارة عن، نعتبر أنه الخطة هي عملية وضع، ففيها مدخلات وفيها مخرجات. المدخلات تبعي اللي هي مثل ما قلت لك دعمها بالموارد المناسبة، إذا أنا لوصل لعملية صحيحة بمخرجاتها، عم بعطي مصطلحات معلش بالجودة بالنهاية، فأنا لازم أقدر أعمل عملية تغيير بالمدخلات تبعها. إذا قدرت أغير ببعض الموارد المادية بظروف صعبة، أعمل توازن ومرونة فيها، فبوصل للمخرجات الصحيحة. فبالتالي نحن التخطيط ما سهل، بس بده يكون فيه له خبرة، لأنه الشخص بالنهاية بيكره كل شيء بيجهله أو بيعطي إطار أو تأطير التخطيط والمسؤوليات والصلاحيات. بينما إذا أنت حطيتي كل خطوة وحطيتي شو موارده ومين مسؤول عنها، نوعا ما بتبلشي تمشي فيها. وهذا التخطيط البسيط نحن اللي منبلش فيه، منقول لهم حطوا هدف بسيط، أسمي لخطوات، شوفي مين المسؤول عنه، شو الموارد الداعمة لهالخطوات، تقدري توصلي بالنهاية للمخرج الصحيح، أو بنقدر نقول تحقيق الهدف، وتقدري تقيسي، وتقيسي طبعا مقارنة بالنسبة للزمن أو الفترة الزمنية اللي حاططيها لإله. نعم، بلاقي كثير اشخاص وخصوصا ببدايه العام بيحطوا لستة من الاهداف بحبوا يحققوها، وللاسف في كثير منهم ما بيوصلوا لاخر السنه، بيعملوا جرد انا حققت هيك ما حققت هيك. شو السبب برايك انه ما بتتحقق معهم الاهداف؟ يا ترى هنن ما بيتابعوها صح، او مثل ما ذكرتي حضرتك ما عم يقسموها لفترات معينه، ولا حاطين أهداف يمكن توقيت الزمني غلط؟ يعني هنا مقدرين المدى الزمني لكل هدف، تحقيقه بشكل خاطئ. أول فكرة بوضع الهدف هو أنا أعرف قدراتي بتحقيق الهدف. إذا ما قدرت أنا أعرف شو القدرات تبعي، وهي أحد الموارد الهامة اللي هي الموارد النفسية والمادية، ما بقدر حقق الهدف. هي واحد. ثانيا تقسيم الهدف كتير مهم. أنا بدي لنفرض حقق هدف معين، ناخذ شيء ميداني لنفرض مثل ما كنا عم نحكي اجتياز الشهادة التاسع أو البكالوريا لنفرض، هي من وحي الواقع تبعنا. طيب إذا أنت ما حطيتي برنامج دراسي صحيح، وهي خطوة أولى بالنسبة لتحقيق الهدف تبعك، خلص أنا درست بشكل عشوائي بدون تخطيط وبرنامج زمني صحيح. والمهم اللي حكيتي فيه اللي هو أنا قيم خطوة تحقيق الهدف طبعا، يعني أنا إذا ما تابعت الخطوة تركته مثل ما بيقولوا opening، فبالنهاية الهدف المفتوح مثل ما بيقولوا هذا غلط. إذا ما عملت له إطار وأغلقته بهدف سمارت مثل ما حكينا، وحطيته بالخطة الصحيحة وتابعته، بحيث أنه أنا بشوف كل خطوة وين أنا نفذت، هي واحد. ثاني شغلة، ما بيصير أنا أوصل لمرحلة الأحباط. يعني أنا لما بحط خطوة هدف وما قدرت حققها، أو لأن ظروفنا بتكون أحيانا صعبة، اعملي دغري الخطة البديلة، يعني دغري أنا بقدر أعمل changing لهالخطوة بخطوة مناسبة، ممكن تكون أقل بالموارد أو أقل لنفرض بالتكاليف، بس عملت عملية support دعم لخطوة الهدف السابقة. وما بيمنع أبدا أنه لما أنا لاقي حالي ماني قدراني حقق خطوة أجلها، معلش بنتقل للخطوة الثانية الداعمة وببدأ بعملية التنفيذ تبعها. المهم دوما بوضع الخطة ما بصير استسلم، هي واحد. ثانيا ما بصير ما اعمل عمليه قياس وايفاليوشن، تقييم. لازم دائما تقيمي كل خطوه من خطوات الهدف، انا وين بهالخطه، تقييم بعد قديش بيجي
طبعا حسب الفتره الزمنيه اللي انت مقسمتيها، يعني اذا قصير المدى ولنفرض قصير لنفرض احنا حاطينه كثلاث اشهر، بشوف خطوات التنفيذ تبعي، ممكن انا حاطه كل خطوه من الخطوات 20 يوم 15 يوم، يعني فعليا انا اذا حاطه 15 يوم قبل بخمس ست ايام من انتهاء هالخطوه لازم راجع حالي انا وين صرت، ولازم حط برسنتج انه انا النسبه اللي حققتها بالنسبه لهالخطوه، وين صرت فيها اولا؟ هل يا ترى بدي عمليه دعم سريعه مسانده مثل ما بنقول سبور لهذا الموضوع؟ لا معي لسه فتره خمس ايام ممكن انا اكون محققه 80% بس ممكن اوصل لل 100% اذا عملت عمليه سبور. نعم. يعني اليوم يعني بالحياة بشكل عام مين هنن الأشخاص يلي بحاجة إلى هيدا التنظيم، إلى اللجوء إلى مختصين بمجال ضبط الإدارة، ضبط الأهداف، المساعدات؟ يوم يمكن كل شخص فينا أكيد بيمتلك مقومات كتير كبيرة، بس في أشخاص ما بيعرفوا ينظموها، وبالمقابل في شركات كمان بتمتلك قدرات بالعاملين ولكن لا تمتلك الإدارة الصحيحة بتوزيع العمل. اليوم خلينا نقول مثل ريموت كنترول، في شخص لازم هو يكون مساعد لأنه بعض الأحيان ما قادرين نحن ننفذ هاي الخطوات. ايمت نحن بنقول لازم نلجأ لشخص مختص؟ ايمت بنقول في أشخاص مساعدين لازم نحن يعني ناخذ أفكار عامة بوضع الأهداف ومن بعدها يعني برأيك نحن وقت نفشل نلجأ للشخص ولا لا نلجأ للشخص لحتى ينظم لنا حياتنا؟ طبعا هلا عندك أول شيء أي منشأة سواء من شخصية فردية أو منشأة صغيرة أو متوسطة أو كبيرة انبنت فضروري يكون في إلى سيستم، يكون في إلى نظام. الأمور الداعمة للنظام أنه أنا قبل ما أوصل للفشل، لأنه أنت بالنهاية حاطة موارد، حاطة موارد سواء كنت مثل ما قلت لك فردية أو كانت كمنشأة أو مؤسساتية. تمام. أو مؤسساتية أو منشآت بسيطة. فأنا إذا ما عملت عملية دعم فيها من الأساس بنظام رح لاقي حالي بلشت انطلاقة قوية كتير بعدين صار انحدار. فأنا دائما بقول لهم لا توصلوا حالكم لمرحلة الفشل بالهدف بوضع الهدف، لا ارجعوا لخبراء بهذا الموضوع. بنبني النظام حسب مواصفات معينة سواء مواصفات الجودة مثلا أو مواصفات إدارية خاصة بهذا الموضوع. بتلاقينا نحن كتير في منشآت بيلجأوا للاستشاريين مثل نحن اللي منقدم هالاستشارات، نبني لهم السيستم أول شيء، بعد ما نبني لهم السيستم منساوي لهم شغلة اسمها بناء الهدف الصحيح. ما بيصير مثل ما تفضلتي نوصل لمرحلة أنه أنا ماني قدران حقق الهدف. انت ما انك قدران تحقق هدف لانك ما درسته بالنهايه. لازم انا بيكون عندي طبعا اهداف هي اولويات، اولويه الهدف الاساسي بعدين باخذ الاهداف اللي هي بيكون ثانويه او بتجي بالمرحله الثالثه. نعم نعم. يعني بالختام نشكرك كثير على كل المعلومات يلي قدمتي لنا اياها، وان شاء الله يا رب هيك دائما كل الاهداف والاماني محققه لكل متابعينا. شكرا لكم، نهاركم سعيد.